واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة، كل مزيكا ليها بيت وبتبقى ماشية على نفس السياق. بعدين هنا في بريك داون اللي هي الحتة اللي بتهدى فيها الأغنية وبيبقى مثلا بس في مزيكا. الأغنية الثانية من زيت دول وبيبقوا مثلا من هنا، فالإنترو بتاع الأغنية دي الثانية بتفوت مع بريك دي، والليركس أو اللي هي مقطع الموسيقى هيفوتوا مع بعض، وبس تبقى دي في الأوترو، دي هتبقى في البريك. أوكي، هنا الخبطة وهنا الخبطة. فهلا دي وفي الأغنية الثانية، بس دي بادية من هنا مش معاها. فالجوج دي احنا بنسميها الجوج، ترجعها لورا فبتبقى ماشية معاها وبتقدمها لقدام. وده فيدر الصوت بيعلى وبينطق، دول اللي بيتحكموا بالسرعة، من بطأ ومن سرع الأغنية. دي حاجة اسمها كيو، هي مثل البوز بس بتحط كأنه ماركر، يعني ممكن انت تحط ماركر في نص الأغنية عايزين نلعبها من نصها. دول الحاجات المهمة عشان نقدر نتحكم في أغنيتين يفوتوا مع بعض، السرعة تبقى مع بعض ونقدر نتحكم بصوتهم. هما دول بيحددوا أي واحدة اللي عم نسمعها، دي اللي هنا دي بنسمع دي، إذا بنكبسهم مع بعض بنسمع الاثنين مع بعض في الهيدفون. عشان كده الهيدفون حاجة مهمة. هلا البروجرامز اللي ابتدأوا يطلعوا للدي جي ابتدأوا يساعدوا الواحد على إنه لما يشوفهم يقدر يظبطهم فيجولي، فبطلت الموضوع كتير في السمع. فلما يكون التمبو تبع واحدة أبطأ أو أسرع ممكن أسبريتشت عشان يصير التمبو تبعها مثل الأولى. بس كتير مهم أنا عم أسمع الأغنيتين بدي أعملهم ميكس أعرف إذا هن نفس التمبو أو لا، وكيف بعرف إذا هن نفس التمبو أو لا بالضبط، لأنه هلا بالآخر خلص بصير دايمتنا لحالها، مش ضروري نعمل أسف لحالها. انبسطت جدا ولعبنا لعبه جميله، وبس بفتكر انه الحاجه اللي ممكن نزودها في الموضوع اللي هو يبقى فيه براكتس اريا للدي جيينج سبيشلي، لانه في مشكله انه اللي بيتعلم الدي جيينج مش هيقدر يروح يعمل براكتسنج لانه ما فيش عنده اكويبمنت. انا كنت انترست في الموضوع ده جدا بس كنتش عارف عنه اي حاجه، بس دلوقتي ان شاء الله كويس. الناس وهي بترقص مثلا بتبقى حاسه بالكاونت اوريدي من غير ما هي تكون عارفه، يعني اور كاونتينج ات ليترالي. فهمت الدي جيز بيعملوا ايه؟ يعني دايما كانوا الدي جيز يقعدوا يحركوا حاجات كده، مش هم بيحركوا ايه ولا بيعملوا ايه هم. ديفنتلي يعني اي حق في اي مكان تاني او كلوب بفهم الناس بتعمل ايه يعني.